التراث الإنساني احتوى منذ القدم على جزء اختص بالنجوم والفلك. كل حضارة نظرت إلى السماء بشكل مختلف. حضارات رأت في النجوم أبواب الجنة ومراقد الآلهة، وأخرى قالت إن النجوم هي أبواب لعوالم أخرى. قبائل البايوتي المنتمية إلى السكان الأصليين في أمريكا الشمالية فسرت النجوم على أنها أطفال الشمس والقمر، تحتجب نهارا هربا من الشمس التي تلتهم أطفالها. قبائل أمريكا القديمة أيضا رأت في نجوم درب التبانة سردابا تسلكه أرواح الموتى. قبائل التتار في شرق آسيا تصوروا السماء خيمة كبيرة فوق الأرض، والنجوم مجرد ثقوب صغيرة في قماشها. أما بالنسبة إلى بعض القبائل الأفريقية فالنجوم أعين أمواتهم يراقبونهم من السماء.